في الحقيقة جريدة الضمير هي جزء من الإعلام البديل اللي جاء بعد الثورة ونقصد الإعلام البديل، يعني طبعا الإعلام اللي جاء مختلفا ومتميزا عن الإعلام اللي كان جزء من منظومة النوفمبرية وجزء من منظومة عبد الوهاب عبد الله كما نسميها نحن في تونس. جريدة الضمير جريدة ناطقة باسم الثورة، وفية لمبادئ الثورة، وفية لرهانات الثورة واستحقاقاتها، تحاول تعطي مشهد إعلامي مغاير لما هو سائد قبل الثورة، تحاول أنها تكون ناطقة باسم الرأي العام التونسي، ناطقة باسم انتظارات الشعب. والله هي جزء من المغالطات اللي تروج الآن في إطار التصنيف، معناها يجب نصنف نفسي، نصنف كل مؤسسة إعلامية لصالح أي حزب سياسي هي تابعة. هي جريدة الضمير ربما، وهذا يعني عادي وطبيعي، قد تلتقي مع التوجهات العامة للحركة النهضة، قد تلتقي مع السياسات العامة، مع رؤيتها للمجتمع، رؤيتها الاقتصادية، رؤيتها السياسية، رؤيتها الثقافية، يمكن تنحاز للتمشي العام لحركة النهضة، ولكنها لم تكن يوما جزء من حركة النهضة، لا هي ناطقة باسمها ولا هي جزء منها ولا تتلقى أي شكل من أشكال التمويل أو الدعم من حركة النهضة. حركة النهضة عندها مؤسسة إعلامية تابعت لها وهي ناطقة باسمها وهي معروفة، اللي هي جريدة الفجر، ولا علم لي أنه عندها معناها منبر إعلامي آخر ناطق باسمها. جريدة الضمير لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحركة النهضة، ربما تلتقي في بعض التوجهات العامة فقط. مش ممول واحد في الحقيقة، هما مجموعة من المساهمين. الممول يعني الممول الرئيسي هو موجود في سويسرا، من التونسيين اللي اضطروا انهم يهاجروا في فترة المحنة، هو موجود اليوم محامي موجود في سويسرا، هو الممول الرئيسي، ولكن عنده بعض المساهمين الآخرين. رفضنا مش بالضروره، رفضنا القرار غلق جريده الضمير مش بالضروره موجه لصاحب المؤسسه او صاحب الجزء الاكبر في راس مال المؤسسه، واللي هو اللي اتخذ قرار الغلق، هو موجه لسياسه عامه قاعدين نعيشوا فيها اليوم، الازمه قاعدين نعيشوا فيها اليوم احنا كصحفيين، وهو الغلق المتواصل لبعض المؤسسات الاعلاميه بسبب الازمات الماليه اللي قاعده تعيش فيها، وهي هذه المشكله الحقيقيه. احنا اعتصامنا كان من باب رفضنا لهالمشكلة اللي أصبحنا نلقاو فيها كل يوم جزء كبير من الصحفيين التونسيين، نلقاهم مسرحين، نلقاو مؤسسات إعلامية ناجحة كما الضمير يعتبر أنها نجحت وأنها استطاعت أنها تقف على رجليها وأنها تثبت، وثبتت لمدة 6 سنوات في وقت تهاوت فيه كل العناوين تقريبا، يعني أغلب العناوين اللي جاءت بعد الثورة تهاوت تقريبا، الضمير صمدت وعملت رأي عام وصنعت لنفسها قراء وصنعت مكان وحيز في المشهد الإعلامي. فمن المؤلم أكيد أنه من المؤلم أنه نشوفوا صحيفة كما هذه اليوم تتهاوى بسبب مشاكل مالية وبسبب أزمات مالية. إحنا مش بالضرورة نوجه العتاب لأصحاب المؤسسة، لأنه هما شأنهم شأن الكثير من المؤسسات في الإعلام البديل اليوم قاعدة تعيش أزمات مالية خانقة، قاعدة تضطر فيها أنها تغلق. المشكلة أنه لابد أن نجد حل للمشكلة هذه. علاش؟ قاعدين ندفعوا نحو تواصل المشهد كما كان المشهد القاتل، كما كان معناها قبل المشهد الإعلامي كما كان. علاش الإعلام البديل قاعد يتهاوى اليوم؟ علاش الأزمات اللي قاعد يتعرض لها وقاعدة تضطر فيه أنه يغلق؟ يعني هذا الغضب اللي حبينا نوصلوه احنا من خلال الاعتصام اللي عشناه في الجريدة في الأسبوع. أشرت منذ البداية، قلت أنه هي تحسب
لصالح حركة النهضة وتحسب الفائدتها. هذا جزء كبير حقيقة، يعني ما مانيش باش نخبيه الحقيقة هذه، يعني جزء كبير من حرمان جريدة الضمير وعدة مؤسسات أخرى، يعني يحسب خطها التحريري لصالح حزب حركة النهضة، تحرم من الإشهار الخاص خاصة بسبب هذا، يعني أنه خطها يلتقي مع حركة النهضة في جزء كبير منه. فإحنا لأنه للأسف يعني نعتبر محسوبين بالضرورة يعني على حركة النهضة، إحنا محرومين من الإشهار العمومي، محرومين من الإشهار الخاص ومن الإشهار العمومي. المشكلة الآن هي مش حقيقة في الإشهار العمومي، المشكلة الحقيقة هو في الإشهار، في العفو، في الإشهار الخاص، المشكلة في الإشهار العمومي. المشكلة أنه من المعيب أنه اليوم إحنا بعد الثورة ما زالت مؤسسات إعلامية خاصة محرومة من حقها في الإشهار العمومي. إحنا نعرف أنه في المنظومة السابقة الإشهار العمومي كان يوزع حسب الولاء، يعني كل جريدة تثبت ولاء أكثر للنظام السابق ونظام بن علي كان عندها الحظ الأوفر من الإشهار العمومي. اليوم للأسف بعد 6 سنين من الثورة نفس المشهد لم يتغير، نفس المشهد تقريبا هو ذاته. الإشهار العمومي ما زال يوزع على نفس المؤسسات الصحفية اللي كانت في خدمة النظام السابق وكانت معناها تنظف له في صورته وكانت تقدم صورة غير الصورة الحقيقية البشعة عليه. نفس الشيء اليوم احنا مشكلتنا انه محرومين من الإعلام العمومي. النقابات والهيئات المهنية واعية بالمشكلة هذه، ولكن المشكلة انه الحكومة كأنها معناها راضية على الوضع هذا وكأنها تدفع نحو الوضع هذا، فهي فيدها الحل، فيدها أنها تتحكم في الإشهار العمومي، فيدها أنها هي توزع توزيع عادل للإشهار العمومي حتى ما نوصلوش للي وصلنا له، لأنه الإشهار العمومي قادر يغطي تكاليف الطباعة، تكاليف النشر، الأجر متاع الصحفيين، ولكن المشكلة أنه إحنا محرومين. علاش محرومين؟ هذا السؤال يطرح على الحكومة، يطرح على الدولة التونسية، لماذا المؤسسات الإعلامية الجديدة ما بعد الثورة محرومة من الإعلام العمومي؟ يعني هي هو اتفاق يعني متواضع طبعا بمقارنة بالمستحقات اللي المفروض ياخذها الصحفي في وضع أنه تم تسريحه من العمل أو طرد تعسفي أو تقرر غلق المؤسسة. اتفاق يعني وسط على حساب طبعا على الصحفيين، أكيد يعني على حساب الصحفيين، قامت به النقابة، نقابة الصحفيين التونسيين مشكورة، يعني قامت بالدور المتاح لها في هذا الإطار مع في إطار تفاوض مع المؤسسين الجريدة والمساهمين فيها، ووصلوا إلى حل. قلت لك يعني هو حل ماهوش مرضي بالشكل اللي يستحقه الصحفيين، ولكن يعني كحل وسط على الأقل نجم توصل له النقابة. لانه قلت لك انه عندنا مشكله كبيره نتاع اجراءات ونتاع قوانين في البلاد تحمي الصحفي وتحميه من تعسف صاحب راس المال وتحميه من انه يلقى نفسه بين عشيه وضحاها في الشارع يعني او مطرود. رئيس التحرير سعى نحو انه يا اخي طالما انت قلت انه فما ازمه ماليه ولا تنتظر معناها انه نحاول نلقاو لها حلول، وانه وصلت الى طريق مغلق ولا سبيل الي انه انت تصبر شويه حتى نلقاو حلول، وحتى لانه نقابه قاعده تبذل في مجهود في الاتجاه هذا انه نعاونوا في التغطيه الاجتماعيه، تدفع الدوله جزء في التغطيه الاجتماعيه للصحفيين، انه نوفروا اعلام عمومي للمؤسسات الكل بشكل عادل. فما دام انت قلت انا لا استطيع، على الاقل اعطينا الفرصه انه نعملوا تدقيق مالي، وهذا الاصل فيه انه اجراء عادل ومنصف ولصالح صاحب المؤسسه ولصالح الصحفيين، مش خطط بجرد قلم اني انا نقرر نقول انا عندي ازمه ماليه الان وانا قررت الغلق. لا، انت عندك ازمه ماليه، المفروض انه تكون فما هناك شفافيه ماليه، المفروض انك انت تقبل انه يتم عمليه تدقيق مالي، نشوفوا حسابات المؤسسه هل حقيقه وصلت المؤسسه الى طريق مسدود واصبحت غير قادره على تغطيه نفقاتها الكل، ام انه فما مسائل اخرى، لانه بالفعل
بعض اصحاب راس المال اللي يفتحوا في مؤسسات اعلانيه اليوم وقت يلقوا طريق مسدود في الاتجاه انه يربح من المشروع نتاعه يمشي لطرف اخر قادر انه يمول، وهذا موجود. يعني انا مشيت في اتجاه معين فما شكون قاعد يساعد فيا في التمويل من خلال اشتراكات من خلال المساعدات. اذا كان وفر لي احتياجاتي وفوق احتياجاتي خلاني نربح فاوكي نمشي معاه. في الوقت اللي انا نلقى انه مصلحتي ما عادش معاه في الخط هذاك فانا نغلق المؤسسه ثم نبدل خط التحرير نتاعها في اتجاه طرف اخر قادر يعطيني. وهذه هذا اللي طرح مشكله اخرى اللي هو تدخل رجال اعمال ويعني راس مال متواطئ مع بعض الساسه حتى يبسط سيطرته على بعض المؤسسات الاعلاميه ويدجنها ويمشيها في توجهات معينه. وهذا اللي قاعد هذا الخطر الحقيقي. يعني محمد الحمروني رئيس التحرير وقت يعني القى صيحه الفزع هذيك وقال هذا خطر كبير وهذا زلزال ما يقع اليوم لصوت حر في تونس بعد الثوره، هو في الحقيقه نابع من هذا انه حريه الاعلام واستقلاليه الاعلام اصبحت اليوم مهدده بشكل كبير من طرف لوبيات مال وسياسه بسبب هالازمات الماليه هذه اللي تتعرض لها، بسبب هشاشه تشغيل الصحفيين اللي قاعدين يتعرضوا لها. اصبح الصحفي ذمته معروضه للبيع والشراء لانه وضعه الاقتصادي والاجتماعي هش جدا، واصبح صاحب راس المال وصاحب المؤسسات الاعلاميه يعرض مؤسسته لكل من يدفع اكثر. معناه كل واحد قادر انه يدفع لي اكثر انا نمشي معاه. فهذه حقيقه هذا الخوف، هذه صيحه الفزع. استقلاليه الاعلام في تونس مهدده بشكل كبير بسبب هشاشه التشريعات، بسبب ضعف التشريعات اللي تحمي الصحفي وتحمي المؤسسات الاعلاميه، وتحقق استقلاليه كل مؤسسه اعلاميه والاستقلاليه الاقتصاديه لكل صحفي.